كل من ضيقتها شجرة قدام محلها التجاري قصها، وكل من يبي يبني وفي شجرة في المكان اللي يبي يبني فيه قصها، متناسين إن ليبيا واحدة من الدول اللي قاعدة تواجه في مشكلة التصحر بشكل كبير، وهذا ليه دور كبير على الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. يشكل التصحر تهديد كبير للبيئة والزراعة والأمن الغذائي في البلاد، مما يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات بشكل مباشر وكل ما ليها علاقة بالأرض والمياه. وفقاً للتقارير الدولية، فإن حوالي 95% من مساحة ليبيا هي صحراء أو مناطق شبه صحراوية، وهذا يعكس مدى تأثير التصحر عليها البلاد. ومن أسباب التصحر في ليبيا انخفاض في معدلات هطول الأمطار، بحيث تتراوح معدل هطول الأمطار السنوي في ليبيا ما بين 100 و500 مليمتر في المناطق الشمالية، وتنخفض إلى أقل من 50 مليمتر في المناطق الجنوبية الصحراوية. وهذا كله يسبب بشكل مباشر في جفاف الأرض وازدياد درجات الحرارة. وما ننسوش طبعاً قطع غير المنظم للأشجار اللي حكينا عليه، اللي يسبب تدهور التربة وفقدان الغطاء النباتي اللي كان واضح في معظم الصور اللي انتشرت مؤخراً أعلى ليبيا، وتبين حجم الكارثة والبني العشوائي في الأراضي الزراعية اللي تحولت بقدرة قادر لمقسمات سكنية ومباني خرسانية. وتم اتخاذ عدة خطوات لمكافحة التصحر، منها على سبيل المثال مشروع زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030، لكن المشروع ماشي على ما يبدو بسرعة السلحفاة. ومن الضروري اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التصحر، مثل زراعة الأشجار بشكل مكثف وسريع مش دعايات سياسية وبس، تحسين إدارة استخدام المياه وتنفيذ سياسات بيئية مستدامة. فالحفاظ على الأرض هو حفاظ على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، ونتمنى إن تكون في خطوات جدية وسريعة قبل ما يطيح الفاس في الراس ويفوت الأوان وتصبح ليبيا بالكامل منطقة صحراوية.